يعني هون كنا نانو نجاجلي جنو إن شركات إسواتينو ده إن الناس كتشعلانينه شركات ها وطن كفلين كرا مشاريع ده شركات دا أستان كونستراكشن وحاي كم تهاي شركات ها كوجوليستي ديبوليس كسوقي جبتي واهن أستان وحاي كم تهاي شركات ها واوين اسمها يا سومالي لان كتشرا اسم يال كلاو كلادوين ويسكو كتشرا قريو يوكوا قنعسي ومقلا يي أستان كفلسي طلقا إنجنير سعيد محمد وأه قدوميها شركة داستان وأنو كلا كلا نايحة فيسكي سايا كور بحنايا أستان كونستراكشن مشاريع دا كلادوين اي سومالي لان كفلسي إيا قيب تاي كتاهاي ديبوليس كسوق واهين إنجنير سعيد آدي يادبان كوسو دوين نابل أغهرين شركة داستان أو كاميدا شركة دا هادي سيسا واهين شركة دا هواوين دالك كاميدا بالور بحن أغهرين دادك كاسي كل شركة أستان وشركة رنتي إن مدة أبا أساسنات وأنا شركة فلوس مشاريع رنتي آدو بدن سي مشاريع ده كوميرشيال كا أما مشاريع يمكن لقى جناح سجى ما لقى جناح صدو يكو رسيدشيال كا ما بقولوين كا ما وحي لمدة شركة ده رنتي وحي مشاريع كودا سوق وهن رنتي سوق وهنا ملا دي أدو في عم بيوم كمرة يايو رنتي مشاريع دي الشركة كودي إنتو ده بدن استراكشر كي بس كجبا جبا وحوي يا هدي الله إدمنا وحن رجينا الناس يدو قرشوا ها أما سكتش والكي أما تايم تيبل كله كطلع جري هنا رنتي وكو جبا جبا اسمه رنتي شركة دو وحي سدو كل فلوسي مشاريع أما مجالوين كهرجيسة إنتو بدن شركة أستان رنتي وشركة لوجس اللي هي هب أقانيد اسمه وحوي أنا هاي نون وحون الله دسا لكن إن أود أهان كرياتيفيتي صح هذا ويا لنا إن قف كا مسؤولية دا نو آمني حدين نقطة طلبين يا حدين نقطة محو هاي أقان وحي أنا وأنا سبدي إنه إن رنتي محو هاي ديار ولا نهاي وأنا سود وين يعيد كستو دلك دوني سين مالك شطه شركة دو سود وين يسا شركة أستان محي كجد وين تهاي شركة ده كلاه اسمها يا سومالي لان كشرة إنجنير سعيد يا رنت عصي مركله كور رمايا النجو وحن رنتي سمينا مرك كوباد إن تانن دوحون لدسين أما أن اسمها الله بلابين استركشرال دروين رنتي كاسو أو جو آمينية جوري نوع كان لها كل إنتي هراء أما دقن كيني سومالي ده هراء إنت بدن جوري هنا جوري وضع دقة حا إسكو وضع إيج إسكو مجران إزاي ده رنتي ظروف تكينيسي لكني مكتلكو ده دت أقوية هنا ورنتي ده أما شقدن اسمها خبرة ولا بقى رنتي كسو بيري مركا أنجو وحن كجد ونها الشركة ده هكلا أما نسلين هاي وسوق بريسين مركا هراء إن رنتي قف كاستراكشرا أرتستراكشرا دروين سمينه oo aanu guriga u design gareyno si ku habboon midalan qolalkii standard bi leeyihiin bedroomki ama living roomki qaybti hurdada qayb fadhigi magaranaysaa meeshii parkingki landscapeki oo qaybti ugu muhiimsan oo inaan u baranba gurigana qurxdiisa ah oo ah qaybti beerta ha ama viewgi qurxinayay muxuu ahaayay dhismo sidoo ay kaanayo marka runtii aad iyo aad وحسيتوا كلا أن وحوين كبد إن قيبت فينيشنكا. قولي جيو قيبت قرحين تا. هذه نقطة إن محو هاي ده قولي جي لا قحية فردي هردوين كي ماله لا فريسني. إن سيدوا كلا إن محو هاي فينيشنكا كلا. وده وحياة بها إما كا. ده كي إن أنت بدن قولي هني هرا مركات قشة. يكون ضب مركات قشة. أدي كلا بدليني. أنا قول مركات استاندر كفينيشنكا أما قرحين تلا قط طلاق علي. أيام رنتي رعنا. أدي قولي هاي أيو قرح بدنيهين. وأنا رنتي كدويه قولي هاي كلا إما قال هذا. وأنا رجينا يا إنا نفهمت هالك قصي وضنا أنو مع مش هذا أنو رالي قلنا وحياة بدنا نسوي كبرين دونا أنا إن شاء الله وأنا رجينا نايو مدك خوابنا أولي بعنا أنو كهر قلنا دونا ودينا عفنشين كأو سدلك سو بدلو وحوي وين اسم ياشين اسم بدله مركا أدون كوح قف كه جامية قف كلاهنا أرتتك شركة هو جامية سجع بري أمس كحد يسكت ما ده تنتن قف كولا إيجا إيجا قف كوح أودو لي هي أما وسوق الدنيا وح إنه شركة إمس قلنا بحناي سو سي فاميلي جي سو دروف تي بوغي صح انت قلو باهن يحي انت مخو هاي غاري ومخو اما باركينك او تلا غلى لكن وخا كلي فيو كسدو اي كانايو يسا لو قرخنايو تا قف اقونت لبا لو دايا تخصص كو اه شركتو نرنتو برانش كا وي ابورتي قبت ارتيت كرا دروينك ديد حبليه انا بابا كشقيه ماركا رنتي وحن
إما كدتكو يسوي فهم يعني مقالدو إسبدل حاجة سوكو ووو كقريب يعني إسبدل كوسنا يس حاجة اسمها أو إما كاسم ياشي ينوجا هاي سكو أجاك ها أما وضعناها ها إسبدل بقيمي إسبدل كشركة وكميت مشاريع بدنو عيد استنيرهم توي كدوين مشاريع هراء اللي قف لين شري سيدك وين مك حفيز كي كفرنا كلا حفيز كي كسرنا كلا رنتي كدوين توي هراء مقرن يسال فلين شري وحيابها كنا إني برش كاس فشل ما أمشي كده وكو فشل مان وحكام إذا حاجة تايمك وحوي إنه سكسر هذا لا با با ووفا إيدي دره قفكو واحد السنة إنه ووفا إيدي دره قفكو واحد السنة ووفا إيدي دره ويا مر مالين كسته أو برش كاسو لير تايم كيسو سيد إعراضه وقتي كيسو سيس هذا خرش كوكو صعنة إياه يدي باتوين كهلا كل ما يسو أد بيو بدنية أركاش الكدو عيني فهمان أمش أنا أقول أنا كنت أدو درسني إن وحى أنت برش كا أنت هلا بلعبين وقت رسمي أنا نصمين وقتها سوحو كان قوينية مشروع سحيل قدماني مثلا مشروع بنجلادة شن تقول ككوبا هنا نوقع بنا مدو وقت انتها لغا هداني درو فكرة شري اما دول كوانو كلا سرعينين اما وحكا لو او دي مقرد مدو دا نوقع بنا هنا نهنتي كفلينو مركا مشروع هدي وقتها سلو قفلينو فيناشي يلكي سنة رنتي سيدكارا لو مسي السحة لو ايغو دقاليه سا حان رجينية ee dibaatooyin ka soo ayraanayaan marka anagu qorsho wanaagsan baan noogu meel yeelay oo runtii aad iyo aad waqti badan aan ku bixinay inaan dhismo xirfadda dhismuhu waa xirfad u baahan shaqada dhismuhu waa waxa weeye xirfad bay u baahantay iskuulada technical ka ee dalka ku yaal aad bay u yarihiin ama haba yaraatay waxan weeye day isku hargeysan tii meel yar oo hay'adiyo xasu ay magaranaysay meel galiyaan wax badan anigu 15 sano u dambeeyay dalkan ka shaqeynay wax badan kama soo baxaan shirkada dhismaha waanu dadaalaa dadwaan soo saarna oo intaaba dadwaan soo saarnaa laakiin wali hadana suuqii baahida suuqa runtii ma kafeyn karno marka waa qodob kamida shaqaalaha dhismuhu inaanay runtii ama xirfadii saxda ahayd ee dhismuhu inaanay runtii wali aanay noo istaagin waxa kamida dhinaca dhaqaalaha shirkaduhu in mashaariicda ay qabanayaan ama capacity ga awood ay u leeyihiin haato ama dhinaca xisaabaadka oo aanay runtii aanay iska dhisin haato machinery ga ay ku shaqeynayaan waa ka qayb oo waxa weeye in qalabka ay ku shaqeynayaan waa ka qayb een waxa kamida waqtiga ku dheeraada shalay maanta isku mid maaha bari iyo maanta isku mid noqon maayeen hadaan leeyno waxaan rajaynayaa in durufta laga bixdo waxa dhawaan soo baxay wararka sheegaya in shirkad dhisme oo ajaani ba la siiyay qayb kamida dib u dhiska suuqa waheen hadaba maxay tahay sababta arintaasii keentay shirkadaha Somaliland ka jira ayaana awood iyo aqoon u lahayn dib u dhiska iyo hirgelinta mashaariicda waaweyn ee waheen oo kala ah engineer Saciid ayaana su'aashaasi markale hor dhignay isagoo engineerku sheegay aan xalifaadon kulay aan way jirtaa arintaas social media hun baynu ka aragnay aniga lafteyda xog rasmi ah kama hayo عيد باو حيل صار نيت رنتي ده سما أمينة ده فلي سقر شحن آه عيد الله سينا يو يد عيد باقرن كوح مسؤولية دار رنتي وهاي سي ده مر كانت حك هينينة أنت بدن واحد كتير هذا وحان رنتي ده سلي راتونا يلني مشروع عس سيدا أنت سوشيال ميديا هكاركتين وبنا أو أركايو دين شركة كلا قاعدة تي وحان أنا أقول لكن شعلان لها طلكو isbeddel weyn ba xagga dhismaha ku yimid shirkado badan oo waaweyn oo runtii mashaariic badan fulin kara waa jiraan yaani hoonkun inaanu nagaga dhigino in shirkada iswaatiinu de inaan iska jeclaanine shirkadaha waddanka ee fulin kara mashaariicda oo dhalinyar badan oo aqoonyahana oo 12 sano ee dalka ku soo laabaneysay ilaa master ka gaaray dhinaca dhismaha shirkado badan oo muddo la soo kaca ku fayay qaar imi ka sameysmayo u diyaarsan marka waxaan u baahanahay maanta mashruuca fuliso ama mashruuca waxa la yeeyay cid kale fuliso dhaqaale ahaan waxa laga yaabaa dhowr ka milyan ee mashruuca ku baxaya intiisa badan inay meel kale tagaan in shaqaale badan oo ajnabi ka shaqeeyaan in shaqo abuur badan oo dadka dhalinyarta ay ka heli lahaayeen inuu wuxuu hay cid kale ku wareego dhaqaale badan oo dalka soo gal wax badan inay naga wareejiyaan baa laga yaabaa sidoo kale waxa laga yaabaa inayna xirfad faa'iideen misalan shirkad hablaaya hadii ku guuleysan lahayd waxay diyaarsan lahayd aqoon wixii ka dhiman inay cid u yaraato laakiin cidda inta badan ee shaqeynaysa ee muxuu hayaa xogmaalka shaqeynaya ama dadka technical iyo farsamada yaqaanay shaqeynaya inaga u badan lahayn taas oo khibradda inay markaa inoo soo magaranaysa inoo soo waaridaan laakiin sidana complete project cid kale la siinaya wax badan
runtii kama faa'iidno waa wana arkaa baa marka qaar ka dadka ajnabiga mashruuc ay soo fashilna oo iyadu taas way jirtaa oo fashil ku dhaca waan arkaa laakiin waxaan ku soo gabagabeyn lahaa waan jeclaan lahayn in dalka bulu inay nus aamine inagu hadii aad baan jeclaan lahaa dadka macmiilka waxa u dhiseysaan ku daawanaya maxaad balan qaadsaa waa shirkada kale kaga duwan tii aan marka aan ala waxaan kaga duwanahay anagu kulli mashruuca dhinaca runtii tayada marka la eegayo waxa la yiraahdo isma marka dhisayso waxa ugu khasaba inaad raacdo xeerarka loo dejiyay internationally anaga qaybta skeletonka qaybta ama loo yaqaan qolfoofka ama qaybta guriga ugu muhiimsan structureka runtii si weyn baan runtii uga baaray degnay feasibility study badan baan ku sameynay foundationka inaanu runtii dalacyada anagoo la macaamilayna kolba dabeecadda dhulku siday tahay inta badanna sameyna waxa la yiraahdo soil analysis oo mashaariicda weliba meelaha jilicsan oo kale saanay u dhicin qofku inuu sanad walba muxuu ahaay gurigii acbasho ama dildilaacyo ama lacag badan ku kharash gareeyo waxa kale oo runtii macmiil ku ballan qaadanay xagga timeka time frameka inta badan dadku ama shirkaduhu arintaa waxaad moodaa waqti inuu delay inuu delay jiro ama dubadhac badan jiro annagu waxaan marka hore mashruuca intaanan aanan helin waxaan ka doorbidnaa waqtiga si rasmiga ah inaan sameyno weliba qof ku qancino weliba aanu anagu schedule saxa u sameyno maalintu dhammaanayo runtii arrintaa dadaal badan baan ku bixinaa mashaariicdii aan soo fulinay alxamdulilah way hirgashay wax kasta oo dadaal aad ku bixisaa inta badan way dhaliilo way kasoo noqnoqonayaan laakiin marka dambe runtii imanka si wanaagsan imanka mashaariicda waa inaan ka wadno waxaan u malaynayaa shirkadda astaan baa ugu horeysa halkay u marayo mashruuc mashaariicdu dadka dadweynaha loo dhisay qaybta dadweynaha anaga almost structureka way naga gebagabaysmayba ama uu naga dhadhow yahay qaybta qurxintaanu gudbaynaaye marmarka iyo waxyaabaha lamidka ah marka xagga timekana aada iyo aad ayaanu runtii xoogga u saarnay waxaan iyadana aada iyo aada dee mar walba qiimo runtii aan dhexdhexaada oo aan runtii qofkii duruufta iyo xaalad wax ku dhiseeyey aanu runtii la yaabin ama aan ku adkaanin baan iyadan ah runtii aada iyo aada inagoo mar walba qualityga ilaalinayna haddana waxa weeye sixir ahaan aada baan runtii arrintaa uga fikirnay marka macaamiishayada waxaan u ballan qaadaynaa runtii service wanaagsan inaan u fulin doono diyaarna u nahay gacmo furanna kusoo dhaweynayna shirkadda astaan groupna ay diyaar u tahay inay mar walba ay raali geliso waana rajeynayaa intaan usoo shaqaynay inay aada iyo aada ula dhacsan yihiin sida wanaagsan runtii qiimaha leh aan runtii mar walba oon mashruuc dhammayno qofkoon weydiinaa saan ula soo shaqaynay iyo dhaliishaan lahayn iyo saan wax ugu qabnaa runtii aada iyo aada feedback aad weyn wanaagsan baan haysanaa alxamdulilah waanu sii kordhinin hadaalan kolley waxaan si gaara ugu mahadnaqaya guddida farsamada suuqa waa ahayn guddoomiye u yahay injineer geedi iyo injineer wiwa ama xildhibaanka ciise xamari injineer ciise runtii iyaguna runtii qeyb lixaadla ka qaatay suuqaas inuu fulo oo sidii loogu talagalay runtii muxuu ahaaye u socdo iyadana runtii iyagan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa guddida heer qaran muxuu ahaaye hogaamiyo ama uu mas-uulka u yahay wasiir albani oo runtii iyagana guddida technicalka ka sarreysa waxaan la ilaawi karin runtii dadkii ama muxuu ahaaye mulkiilayaashii dhismayaasha oo iyaguna runtii waxaa duruufta dalka halkaa ka dhacday yacni taqriiban lacag 2 milyan iyo bar lagu qiyaasay 2 bilyan iyo bar lagu qiyaasay baa runtii halkaa ku gubatay dadkaasi niyad wanaagooda iyo muxuu ahaaye qalbigooda markaad aragto ma moodid inay dad ay runtii dhibaato ama waa ku dhacday runtii dadka aad baan ugu mahadnaqaya dadkaas waxaa diyaar mar walba ay u ahaayeen in suuqaasu sidii loogu talagalay si ka wanaagsan waxaanu rajeynaynaa haddii alla idmo inuu noqon doono suuqa geeska africa runtii hogaamiye ama ugu weyn waana rajeynayaa inay runtii arrintaas ay suurtageli doonto sida imika loo design gareeyey sida u qorsheysan yahay
قروح دا مو هاي إن كسوس عطيه استراكشر أهان لفتي ده سيد مو هاي لوجو تلاقي على ده لاين فايف ستوري شن ستوري إلا شن ده ولا حتى ولا ساري كرو واو أسبوع كيسو في عين صاحبي ما تكيش سمع ما شاء الله صاحب معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها